قول استغفر الله عن اخي فلان. نعم يجوز الله استغفر الله، او شو اسمه اللهم اغفر لاخي، اللهم اغفر لابي. انت تعرفون الايه وما شو اسمه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى. معناه انه لهم ان يستغفروا للمؤمنين، هذا معناه. والايه الثانيه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا الآن أعرف بعض الإخوان حدثوني جزاهم الله خير، وحتى بعثوا الهمة عندنا، يقول أنا واضع مع وردي يوميا أستغفر لأبوي 10 مرات ولأمي 10 مرات ولأجدادي وجداتي 10 مرات ولأجداد والدي وجداتهم 10 مرات. يقول الحمد لله صدقة ما حد يدري عنها. يقول استغفر لخالاتي وأخوالي وعماتي وأعمامي وأخوال والدي وخالاتهم وأعمامهم وعماتهم، واستغفر لزوجتي ووالديها، واستغفر لأختي وإخواني وأخواتي وإخواني وأزواجهم وذرياتهم، واستغفر لجميع قرابتي المؤمنين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. يا إخواني هذه هبات صدقات توزع أنت على قرابة ما حد يدري عنها الا الله سبحانه. ها ما حد يدري عنها الا الله. يعني قريبك الان بعيد، وربما بعض قرابك زعلان عليك وانت تستغفر. صحيح، هذا هو الان. يعني زعلان عليك وجاي في نفسه عليك، تقول اللهم اغفر له يا رب، اغفر له اللهم اغفر له اللهم طيبة قلبه. اي نعم.